تواصلت الاشتباكات بين قوات الحرس الجمهوري المواليه للرئيس اليمني علي عبد الله صالح وقبائل معارضه وقوات عسكريه منشقه، وذلك في مدينه تعز لليوم الثالث على التوالي. من جانبها اعلنت وزاره الدفاع اليمنيه ان اجهزتها فرضت حزاما امنيا مشددا على مدينه عدن خشيه وقوع هجمات، ويتزامن ذلك مع تاكيد مسؤول حكومي ان صالح لن يتنازل عن الحكم حتى عودته للاشراف على عمليه انتقال السلطه. من جهه اخرى دعا الاتحاد الاوروبي كافه الاطراف الى توفير الظروف الضروريه للمرحله الانتقاليه ونقل السلطه باسرع وقت.